بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وباعثها مستمع رمزي لاسمه بالحروف دال جيم جيم حا. يقول: أعمل دكتور صيدلي في صيدلية خاصة، وبعض المندوبين من الشركات يأتون لزيارتنا، فأحيانا يعطون هدايا في صور مختلفة، وأحيانا أدوية في صورة عينات طبية مسعرة مثل البضاعة تماما. وقد أخبرت صاحب الصيدلية بهذا من قبل وقال لي لا إشكال في هذا، وأحيانا يتم إعطاء هدايا على طلبيات أدوية من شركاتهم، مع العلم بأن هذه الأدوية تعمل بالصيدلية ولا تركن إلى انتهائها، ولكنها تصرف للمرضى، وعلى الرغم أنها لا تؤثر على السوق وعلى الأسعار، إلا أن لي بعض الأسئلة، وهي: ما حكم هذه الهدايا على الرغم أنها أحيانا لا تؤثر على العمل؟ ولا أستطيع أن أقول إنها لا تؤثر دائما، ولكن هي لا تؤثر لأنها بطبيعة الحال تصرف للمرضى. ثانيا، أحيانا تنتهي الأدوية من الصيدلية، ولكن يكون هناك موجود عينات مسعرة ولا فرق بينها وبين الدواء الأصلي، فهل يجوز بيعها وكيف يكون سعرها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فما دام السائل لا يأخذ هذه الهدايا لنفسه، وإنما تهدى لي نفس المحل على نوع تجارب لهذه الأدوية أو دعايات لها، فلا أرى مانعا من ذلك. إنما المانع لو أن العامل في الصيدلية أو الوكيل في الصيدلية لصاحبها يقبل هذه الهدايا لنفسه، فإنها تكون من قبيل الرشوة. أما ما دامت أنها توضع في الصيدلية وتصرف للمرضى، وهي على صفة هدية من شركات تصنيع الأدوية لهذه المحلات إجراء تجارب عليها أو لمعلومية أصحاب هذه المحلات بهذه الأدوية حتى يطلبوها من الشركات، فلا أرى مانعا في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا أدري ما معنى قوله إنها تؤثر على العمل، هل هو على التعامل مع هذه الشركات التي تدفع هدايا دون التعامل مع غيرها، أو كيف يكون؟ كأنه يقول إنها تؤثر على أصحاب المحلات أن يشتروا من هذه الشركات دون غيرها، فإذا ترتب على ذلك ضرر لأصحاب المحلات الأخرى، ولا شك أن الضرر ممنوع، ما يضر لأصحاب المحلات الأخرى ويصرف الزبائن عنهم، لا شك أن هذا ممنوع شرعا. لكن إذا كانت لا تؤثر، أو هم يهدون هذه الهدايا لجميع أصحاب الصيدليات الذين يريدون منهم أن ينشروا اسم هذه الأدوية أو يبينوها للناس، فكما ذكرت أولا لا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل خصم يومين أو أقل أو أكثر من العامل في صورة عقاب، هل هو شرعي أم لا؟ إذا كان هذا بحق بأن تغيب العامل أو قصر في عمله من غير عذر، فإنه يحسم عليه قدر ما تخلف من غير زيادة، قدر ما تخلف، قدر
قدر نصيب اليومين من مرتبه لأنه لم يشتغل في مقابله، أما الزيادة فإنها ظلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في بلدنا نحن نسكن في قرية وفيها أقارب فقراء، ولكن يوجد من هو أفقر منهم، فهل يجوز لي إخراج الزكاة لأقاربي الفقراء أم لا بد أن أصرفها لمن هو أفقر منهم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لك أقارب فقراء مستحقون للزكاة فهم أولى لقرابتهم، لأن الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان يوجد من هو في حاجة شديدة فإنه قد ينظر إلى شدة حاجته، وأقاربك ليسوا لم تبلغ بهم الحاجة إلى مثل ما بلغت بأولئك، فصرفها للأشد حاجة قد يكون أفضل. وعلى كل حال الأمر جائز هذا وهذا، لكن الشأن في المفاضلة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من خميس مشيط رمز إلى اسمه بالحروف عين صاد، يسأل ويقول: في أثناء الصلاة أسهو كثيرا مع أنني أحاول كثيرا الخشوع في الصلاة، والمعروف أن للصلاة أركانا وشروطا وواجبات وسنن، والمعروف أن من سهى في ركن من أركان الصلاة فعليه إعادة الصلاة ولا يسجد سجود السهو، فما حكم من كثر عليه السهو في الصلاة رغما عنه حتى لو كان ركنا من أركان الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. إذا بلغ السهو إلى حد الوسواس، قد يكون الإنسان عنده وسواس فيرى أنه سهى وترك شيئا وهو لم يترك شيئا، وإنما الشيطان يلبس عليه، فإذا بلغ الأمر إلى حد الوسواس فإن الإنسان يرفضه ويكمل صلاته والحمد لله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان السهو حقيقيا ترتب عليه ترك ركن من أركان الصلاة، فليس الأمر كما قال السائل أنها تبطل صلاته، ولكن الأمر أنها تبطل الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها، يكمل صلاته على هذا الأساس ويسجد للسهو، وإن ترك واجبا سهوا فإن صلاته صحيحة ولا يبطل شيء من ركعاتها، ولكن عليه أن يسجد للسهو، كما لو ترك تشهد الأول وقام إلى الثالثة ولم يتشهد فإنه يجبره بسجود السهو وصلاته صحيحة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض يقول: أبو محمد، يسأل ويقول: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول حتى ولو بنسبة قليلة؟ إذا ثبت أن العطور فيها كحول يسكر كثيرها فإن قليلها حرام، تكون هذه الكحول محرمة، تكون هذه العطورات محرمة إذا كان كثيرها يسكر بسبب الكحول. أما إذا لم يثبت أن فيها كحولا وإنما هي مجرد إشاعات فالأصل السلامة والأصل حل العطور، وكذلك لو كانت هذه العطور لا يسكر كثيرها، يعني مجربة أنها لا يسكر كثيرها، فإنها أيضا حلال تستعمل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هناك من النساء من تستعمل في زينتها وطيبها بعض أنواع الطعام كالعسل والطحين بعد خلطهما أو بدون الخلط، ما حكم ذلك في الشرع؟ يستعملوا الطحين والعسل بعد الخلط أو بدون خلط في الزينة، لا بأس بذلك إذا كان هذا فيه فائدة للأشياء التي تتزين بها فلا مانع من ذلك، ولكن مع الحذر من أن تظهر هذه الزينة أو هذا التجميل تظهره للرجال الذين ليسوا محارم لها، بل تتستر، تستر زينتها عن الرجال ولا تبرزها إذا ظهرت من بيتها، بل تستر نفسها سترا كاملا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: سمعت عن صلاة الأوابين التي تصلى بعد صلاة المغرب، هل هذه الصلاة مشروعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة بعد المغرب فيما بينها وبين العشاء مستحبة، فيها فضل عظيم، وهي من صلاة الليل، ورد وصفها بأنها من صلاة الأوابين، وكذلك صلاة الضحى ورد وصفها في الصحيح أنها صلاة الأوابين، وذلك حين ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي حينما تظهر حرارة الشمس على وجه الأرض، صلاة الضحى في هذا الوقت أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا مستمعة دائما لبرنامج نور على الدرب، ومن خلال البرنامج رأيت أن فضيلة العلماء يحثون كثيرا على الحجاب
الحجاب الشرعي للمرأة، فأردت أن أضع الحجاب وأقصد غطاء الوجه، وخاصة أنني لا أريد أن أغضب الله تعالى وأرجو أن أكون ملتزمة بكتاب الله الكريم، ولكنني لقيت معارضة من أبي بحجة أن عادة الحجاب ليست سائدة في قريتنا، والنساء لا يضعن الحجاب لا في قريتنا ولا في القرية المجاورة، ماذا أعمل؟ فأنا لا أستطيع البقاء في البيت، ولأنني سوف أخرج إلى المدرسة إن شاء الله تعالى. الحجاب الشرعي ليس هو من باب العادة، وإنما هو حكم شرعي يجب العمل به ولو خالف عادة البلد، ولو لم يرضى الوالد بذلك فإن هذا حكم شرعي يجب العمل به ولو لم يرضى الوالد أو غيره، ولو خالف عادة البلد فعليك بالتزام الحجاب طاعة لله ولرسوله، ولتكوني إن شاء الله قدوة صالحة لغيرك في هذا البلد، فيكون لك الأجر وأجر من اقتدى بك، قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعليك الصبر، ستلاقين من الناس ملامة حتى من أقرب الناس إليك، ولكن عليك بالصبر والاحتساب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: حديث النفس هل يحاسب الله عليه أم لا؟ حديث النفس لا يحاسب الله عليه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن السائل الأبيض الذي يخرج من النساء عند طهرها من الحيض وبعد الحيض، هل هو ناقض للوضوء؟ نعم، هو ناقض للوضوء، كل ما خرج من السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء. نعم. نذرت لوجه الله تعالى إذا خرج عني، إذا فرج عني كربة، أن أصلي 7 ركعات كل يوم حتى أموت، فهل في ذلك شيء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، وكيف يمكن أن أؤدي هذه الصلاة؟ هذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل الشرط المعلق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإن كنت نذرتيه في الليل فإنه يكون صلاة الليل، ويكون 7 ركعات يعني بالوتر، تكون 7 وترا، وتكون الركعات التي قبلها مثنى مثنى، فتصلين 6 ركعات بثلاث تسليمات، ثم تقومين في 7 وتوترين بها صلاة. أما إذا كان هذا النذر في النهار فإن النهار ليس فيه وتر، ولكن تجعلينها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تعتبر الأيدي عورة في الصلاة إذا كنت أصلي في البيت لوحدي؟ نعم، الذي عليه الجمهور أن جميع جسم المرأة عورة في الصلاة، يجب سترها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، فتكشف وجهها إذا صلت وحدها أو عند النساء أو عند رجال محارم في الصلاة، وما عدا ذلك فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الكفان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. علي عدد من الأيام صيام، وأنا أصوم الاثنين والخميس، هل يجوز أن أنوي في صيامي الاثنين والخميس القضاء أيضا؟ لك ما نويت، إذا نويت القضاء صار قضاء، وإن نويت الاثنين والخميس صار سنة، صار صيام سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. تقصد السؤال عن كونها كسبت الاثنين والخميس في صيام القضاء، هل تؤجر على هذا؟ تنوي القضاء فقط. أما القضاء والنافلة؟ تنوي القضاء فقط. نعم. وقد يحصل لها أجر النافلة. اللهم آمين. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للشخص في أي وقت كان أن يقوم ويصلي من دون الفريضة والسنن الواجبة علينا والنوافل؟ نعم. هل يجوز للشخص في أي وقت كان أن يقوم ويصلي من دون الفريضة والسنن الواجبة علينا والنوافل، أي صلاة ينوي أن يقوم ويصلي لوجه الله تعالى؟ قولها الفريضة والنافلة هذا غلط، لأن النافلة ليست واجبة، وإنما الواجبة الفريضة. طيب. فما عدا الفريضة من الصلوات فإنه كله نافلة، ولها أن تصلي النوافل إلا في الأوقات الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي ما بعد طلوع الفجر
الفجر إلا ركعتي الفجر إلى أن ترتفع الشمس. إذا طلع الفجر فلا صلاة نافلة إلا ركعتي الفجر التي قبلها إلى أن ترتفع الشمس، كل هذا ليس فيه نافلة. الثاني إذا توسطت الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس إلى أن تزول إلى جهة الغرب، هذا ليس فيه صلاة وإن كان قصيرا. الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، كل هذا ليس فيه صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. فهذه جملتها، وأما تفصيلها فمن صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيدهم، هذان وقتان. الثالث من قيام الشمس وسط السماء إلى أن تزول. الرابع من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب. الخامس من قربانها من الغروب إلى أن تغرب. هذه أوقات النهي بالتفصيل. ومن العلماء من يرى أن هناك وقتا سادسا، وهو من طلوع الفجر إلى أن تصلى الفجر ما عدا ركعتي الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أراد أن يصلي الإنسان لسبب من الأسباب كتحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو ما أشبه ذلك، شيخ صالح، هل لكم من توجيه يحفظكم الله؟ ذوات الأسباب فيها خلاف، هل تفعل في أوقات النهي؟ نعم، لأنها تبع لأسبابها، متى وجدت أسبابها فإنها تصلى في أي وقت. من العلماء من يرى ذلك، شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من المحققين، مثل تحية المسجد، مثل ركعتي الطواف، ومثل ركعتي الوضوء، مثل صلاة الكسوف، كسوف الشمس. وهذه ذوات أسباب، يرون أنها تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. ومن العلماء من يرى منع هذه الصلوات مطلقة، لا ذوات الأسباب ولا غيرها في أوقات النهي. والصحيح أو الراجح والله أعلم القول الأول، أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه المستمعة فتقول: أرجو أن يتفضل فضيلة الشيخ ويبين كيف تكون طاعة الله سبحانه وتعالى في القول والعمل والسر والعلن. جزاكم الله خيرا. تكون بامتثال أمره سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه، هكذا تكون طاعة الله، مع إخلاص النية لله عز وجل، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويكون القصد هو وجه الله سبحانه وتعالى، لا الرياء ولا السمعة، هكذا تكون طاعة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها المستمع إبراهيم عيد عياش من الحديدة، يسأل ويقول: قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سؤالي هو: ما هو العلم المسبق عند الملائكة، وكيف عرفوا بأن هذا الخليفة أي آدم وجميع البشر سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، الملائكة توقعوا هذا من بني آدم، لأن من سبق آدم في الأرض كانوا يفعلون ذلك، كانوا يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، فهم ظنوا أن بني آدم يفعلون مثل فعل من سبقهم. والله جل وعلا يعلم ما لا تعلمه الملائكة، فعلم سبحانه أن في خلق آدم وذريته واستخلافهم في الأرض أن في ذلك مصالح تترجح على المفاسد التي تكون، فلذلك نفذ الله سبحانه وتعالى ما أراد وخلق آدم وجعله خليفة في الأرض، يعني خليفة لمن سبقه من كانوا على وجه الأرض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة البحرين المستمع إبراهيم محمد سند يسأل ويقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا حكم صيام أيام السبت لسبب مثل يوم عرفة أو الأيام البيض أو يوم عاشوراء، لأن هناك من يقول بحرمة صيامه، نرجو الإفادة عن هذا. جزاكم الله خيرا. نعم، يوم السبت يرى بعض العلماء كراهية صومه إذا أفرد بالصيام، يكره إفراده بالصيام، أما إذا صيم مع غيره فإنها تزول الكراهة، أو صادف يوم عرفة فإنها تزول الكراهة بصيامه، لأنه يقصد صيام يوم عرفة ولم يقصد صيام السبت. والذين كرهوا صيام إفراد يوم السبت بالصيام استندوا إلى حديث فيه نظر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا كراهية في صيام يوم السبت، وإذا صادف يوم عرفة أو كان تبع أيام البيض أو صامه قضاءً
فلا كراهة في ذلك عند الجميع والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: إذا دخل اثنان المسجد ولم تكن هناك ساعة في الصف إلا لواحد، فهل يتقدم أحدهم لسد الفراغ أو يصليان معا خلف الصف؟ جزاكم الله خيرا. صليان معا خلف الصف من أجل أن يتم بهم تزول بهم الفضولية، من أجل أن تزول بهم الفضولية، هذا أولى من دخول أحدهم في الصف ويبقى واحد ليس له من يصافه فيفوت عليه بعض الصلاة بسبب ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.